كشف وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري عن إعادة ترتيب منظومة وزارة الدفاع والقوات المسلحة وفقا للمخرجات التي تمخضت عن اللجنة العسكرية والأمنية العليا. وشدد الداعري خلال اجتماع موسع لرؤساء الهيئات ومدراء الدوائر في الوزارة على المضي نحو بناء المؤسسة العسكرية وفق أسس علمية صحيحة وعقيدة وطنية خالصة تؤسس لمرحلة جديدة من المتانة والصلابة والمؤسسية. كما ثمن دور السعودية والإمارات في دعم الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة في مختلف المجالات.